السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أعزائي، اليوم سأقدم لكم صلصة لذيذة جدا جدا ومكوناتها بسيطة وتأخذ فقط بضع دقائق لتحضيرها. لنشرع على بركة الله، سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من زيت زيتون، ملعقتان كبيرتان من الماء البارد، ملعقة كبيرة من المعدنوس مفروم ناعما، ملعقة كبيرة من كورنيشو أي الخيار المخلل مفروم ناعما، ملعقة كبيرة من مايونيز، وملعقة صغيرة من المطارد. سنشرع على بركة الله. سنضيف ملعقة كبيرة من المايونيز، ملعقة صغيرة من المطارد، المعدنوس المفروم، ثم الخيار المخلل أي كورنيشو، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. سنبدأ بخلط هذه المكونات مع بعضها البعض جيدا حتى تنسجم، فهي صلصة لذيذة جدا جدا وسريعة التحضير وتتماشى مع كل المشويات كالدجاج واللحم والسمك كذلك. هي صلصتنا جاهزة، يمكنكم كذلك تقديمها مع رقائق الشيبس فهي تعطي مذاق هائل. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وشكرا.